نظرا لظروف اللي حاليا تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا اللي يجتاحل العالم، تغير مسار الحملة أو نوع النشاط. طبعا هي كانت حملة توعوية محاضرات تستهدف 4 مدن في المنطقة في بلدية الساحل. تغير نوع النشاط اللي هي حقيبة وقائية متكونة من مواد تنظيف وغلافزات وماسك. طبعا بإذن الله خلال 2 يوم حتكون في منطقة الساحل، بحيث أن هي توزع على العائلات المحتاجة في المنطقة. هذا هو.